حصلت مملكة البحرين على تصنيفات متقدمة في مجموعة من المؤشرات في تقرير تقنية المعلومات العالمي 2016-2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تقرير يشمل شرحا لاقتصاديات 139 دولة من خلال دراسة تركزت على مدى انتشار تقنية المعلومات والاتصالات واستخدامها في كل دولة استنادا إلى 4 فئات رئيسية. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. سيد القائد، بداية، ما أهمية حصول مملكة البحرين على ترتيب متقدم في مؤشرات هذا التقرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسيكم بالخير والسادة المشاهدين. حقيقة النتائج المتقدمة اللي حصلت عليها مملكة البحرين دليل على يعني تعكس نجاح توظيف تقنية المعلومات ورؤية الحكومة الرشيدة في الاهتمام بمجال تقنية المعلومات وتحقيقها لأهداف الحكومة وبرنامج عمل الحكومة وتحقيق رؤية 2030 لمملكة البحرين. مملكة البحرين طبعا وضعت عدة استراتيجيات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وفي البنية التقنية. توجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وتشكيل عدد من الفرق والمكلفة سواء في هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية وفي الوزارات المعنية بالتقرير، حتى مملكة البحرين فعلا تكون متقدمة فيما تقيس المؤشرات الدولية حسب التوجهات العالمية، وأيضا الاهتمام بالمجالات اللي ركز عليها التقرير. نعم. طبعا التقرير يعني في حوالي 4 مجالات رئيسية، ما يتعلق بتقنية المعلومات والاستخدام، يعني تحديدا مؤشر الاستخدام اللي هو الفردي للأشخاص، ومؤشر استخدام الحكومي، ومؤشر استخدام الشركات. نعم، إذا هناك 4 جوانب أو 4 فئات رئيسية حققت البحرين فيها تقدم في هذا الجانب. أنتم سيد القائد كهيئة معلومات وحكومة إلكترونية، ما هي جهودكم في المحافظة على المكانة المتقدمة لمملكة البحرين في هذا المجال؟ طبعا مملكة البحرين تتمتع بميزات تجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ونعمل بشكل مستمر مثل ما ذكرنا احنا في التقرير. في هناك جوانب كبيرة جدا، مجموعة من الجوانب كانت البحرين متقدمة، في بعض الجوانب تحتاج عمل أكبر مثل الاستخدام فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وهذا الجانب طبعا بعد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد لمشروع سجلات متوقع في السنة القادمة أن يكون فيه أيضا في قفزة حتى احنا نواصل فعلا في الريادة. مثل ما نعرف أن هذا المجال متغير ويجب أن الواحد يعني يستمر في التطوير باستمرار. نعم، إذا السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا.